تحية إجبار وإكبار إلى شهداءنا الأبرار، وتحية إجلال وإكبار إلى معتقلينا، وإلى المرضى وإلى الجرحى وإلى المصابين، ولا سيما السجينات الشريفات. ونحن هنا بالقرب من مقبرة سماهيج التي تحتضن الشهداء، نقدم أعز وأغلى تحية إلى هذه القرية الباسلة الزاخرة بشبابها، الزاخرة بشبابها، الزاخرة برجالها، والزاخرة بنسائها الشريفات، ولا ننساهم في كل الفعاليات. ونعم، هذه القرية التي تضم شهداءنا الأبرار، فنعم لكم، والنصر قريب إن شاء الله، بإذن الله النصر قريب يا الله. السلام عليكم ورحمة الله.